حلوة مش هتلاقي الريحة ليك لك من نفسك. وكل ما تبقى يعني الله يدينا ويديك يبقى لما الله يدينا ويديك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدينا إلينا ويديك ويديك. الله سبحانه وتعالى يجعلنا كما يحب ويحب يجعلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان كده حلو، جنة حلوة، جنة حلوة، وشها الناس حلوة، والعكس بالعكس، الأرض مش حلوة، صح كده؟ وشها الناس مش حلوة، الله سبحانه وتعالى جميل، طيب، حلو يعني، تمام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حلو، والناس المؤمنة الناس الحلوة، عايزة تبقى الحياة كلها حلوة، الحياة حلوة مع الله سبحانه وتعالى الإله الطيب. وكذلك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا وفاته 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 وفاته. طيب ده سيدنا النبي. في حد في الاخر يقول لك تعالى طب ده سيدنا النبي. هو نزل عليه القران والله اختاره ويعني سيد الخلق نفس الآيات ده هو سيدنا النبي. يبقى القرآن الله قال سيدنا النبي نزل على القرآن وسيدنا النبي يحكم القرآن. احنا فين بقى من ايه؟ احنا فين دي؟ عشان كده بنقرأ حياة الصحابة. الصحابة دول اللي كانوا مين؟ مع سيدنا النبي ما نزلش عليهم القرآن، دول كانوا مين؟ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الجميلة محمد رسول الله والذين معه، الذين معه اللي هم مين؟ كل أتباعه. يعني احنا تنطبق على المهدي الآية. ولكن اللي شافوه بقى صوت وصوره وعاشوا معاه ده المنهج الايه اللي عمل. طب نقرا حياه الصحابه ونشوف الرجاله دي اشتغلت ازاي، خدت العطاءات ازاي عشان تعمل زي مين؟ نقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس دي قلدت. يبقى في ناس هي قلدت. طب الناس دي لما قلدت سيدنا النبي وبقى سيدنا النبي هو قدوتهم كانوا فين وبقوا فين؟ تمام كده؟ الناس دي قبل ما يجي سيدنا النبي ويقلدوه كانوا لا ذكر لهم في الكون. كانوا مجرد ناس عايشة كمالة عقل. كان في كده الفرس والروم وناس كده عايشة ايه؟ مستهلكين. يعني كانت تيجي ايه؟ مستهلكين. كان الفلوس اللي حتى في العلم اللي بيتعاملوا بيها كانت فلوس يا اما فلوس تبع الدراهم والدينارات اللي هي بتاعت الفرس او تبع الدراهم والدينارات اللي هي اما عليها صورة كسرى او كايزر. وكان يسمع اسمه كسرى ولا كايزر يسبه من هذا. كان مجرد ناس كده عايشه كمال تعالى رغم ان جدهم وابوهم نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى هو سيدنا اسماعيل عليه السلام ابن ابينا ابراهيم عليه السلام. طب الله الناس دي ما كانش ليها ما كانش ليها اي حيثيه خالص. كانوا عاملين يحاربوا بعض على 40 سنه يحاربوا بعض. قصه العرب بقى قبل الاسلام اقرا بقى براحتك عشان ما تاخدش من وقت حضرتك في الكلام. طيب يعني الناس لا ذكر لهم ولا مقام. الناس بيضربوا بعض اصلا اللي هم تلاح كانوا بيتلاح ما هو بيجوا راسه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يجر. كانوا برضه بيتلاحوا كده. لا بس كان قبل الاسلام بقى مش تلاح ده كان بالسيف والقطوه. كان الاوسي بيحاربوا الخزرج وكان مش عارف كليب وحرب كده قعدت 40 سنه بسبب يعني خلافات ما بين على الملك. ناس كده وكان ممكن يتحاربوا عشان ايه؟ يعني ممكن واحد يقول واحد كلمه كده يقوم يخطب له يروح ماسكه بعض السيف خلاص. يعني ناس ايه؟ الله يصلح يعني ايه محتاجين ايه؟ بسم الله. ناس مستهلكه. والكون كله شايف ان الناس دي عايشه كده او قاعدين في صحراء وبعيد عننا وايه؟ والكون مريح دماغه ايه؟ وكان الوضع بتاع العرب او الصحابه قبل الاسلام كان وضع عامل ازاي؟ الدول الكبيره حكام بيفضلوا ايه؟ في اللي هم في التلاحم دي والخلافات اللي هم فيها دول ديت لان الناس دي اذا فاقت هيعملوا لنا ايه؟ وجع دماغ. فخليهم كده دايما ايه؟ في الطراوه كده في القهوه مع نفسهم كده مش لما جالهم بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتبعوه تانية خالص بقوا ناس وبقوا رضي الله عنهم وبقى موضوع تاني وبقى في منهج وبقى في دولة
وعرف يعني ايه دولة، عرف يعني ايه دنيا، وعرف يعني ايه دين، وعرف ايه ده. لا بقوا ناس تانية خالص، بقوا ناس تانية خالص، أعزهم الله، كانوا ناس أذلة لا قيمة لا طبعا. الإسلام أعزهم الله بإيه؟ الإسلام بقوا من دولة ابتدوا بقى يروحوا كمان للناس الكبيرة دي يقولوا لهم إيه؟ ده في بقى نظام، وفي نظام الدين، ونظام الدين بيقول واحد واثنين ثلاثة، وحاجة اسمها القسط، حاجة اسمها العدل، وحاجة اسمها حاجة زي السمك اللي الكبير ياكل الصغير، ويعني إيه؟ وكل حد عايز يبني ثراءه على فقر غيره، قصص لا لا لا. في حاجة اسمها الله بتاع سنة إيه؟ لنخرج الناس من إيه؟ من جور الأديان إلى ساعة الإسلام، يعني الحاجات اللي أنتوا بتعملوها، السياسات اللي أنتوا بتتبعوها دي، ومستذلين وشعوبكم وكده، لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش في النبي جالنا قبل واحد. الله الله. يعني إحنا كمسلمين، أو إحنا العرب، أو هو الصحابة، ده اللي حصل؟ يعني ده اللي المفروض دلوقتي يحصل؟ حضرتك؟ طب في حل تاني غير الحكاية دي؟ أصل الحكاية دي دين بقى وبتاع ومش عارف بتاع، يقول لك أصل الدين، أصل الإرهاب، لا يا حبيبي، الإرهاب حاجة، والدين حاجة، خالص. الإرهاب ده حد بيتأجر بفلوس مرتزقة، يتقال له بقى الدين، يتقال له هو قصته الفلوس. الإرهاب قصته إيه يا فندم؟ الفلوس. بيتسطر بقى وراء الدين، بيتسطر وراء القوم، بيتسطر أي وراء أي ستار، يتسطر وراء ظروف كانت صعبة، يتسطر وراء أي ستار بالفعل، لأن هو أصلاً إنسان كان محبوس. فهو صالح يعني يكون إرهابي. يعمل بقى دقن ويقرن كلمتين عشان ينفذ عملية مش عارف ينجحها. واخد بالك؟ موجود في جميع الإيه؟ في جميع الأجيال، بيبقى فيروس كده موجود في المجتمع ويتسطر خلفه. ده قصة تانية خالص. وليس له دين معين، الإرهاب ليس له دين. الإرهاب ليه مواصفات خاصة، الإرهاب هو إنسان تحول من أكل الفلوس، يعني يريد المال بأي طريقة كانت، حتى لو كانت دماء الأطفال والنساء، زي كده، يعني الناس اللي هي عملت موت الأطفال، هل دول لهم علاقة بالدين الإسلامي؟ نهائي. طيب الإرهاب اللي بيعملوه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دي ناس هي كده كلاب فلوس، عايزين يعملوا مشروع معين، عايزين يكسبوا مكاسب معينة، لهم توجهات دنيئة يريدون تحقيقها، فبيقوموا بتحقيق بشيء اسمه الإرهاب. لا علاقة للدين بالإرهاب. أما الدين الذي ينزله الله هو للسلام، لأن الله سبحانه وتعالى مش محتاج حاجة، فبيعطي للخلق الحاجة اللي فيها مصلحة الخلق، مش هيرغب الإيه؟ الخلق. الله، طب ده في آية في القرآن تلهبون به عدو، تلهبون به الإرهابيين اللي هم أعداء الله، لأن لازم من إيه؟ من نفس النور، زي نار جاية على حضرتك، فأنت بتولع في الحتة اللي قدامك عشان ترتقي النار، النار ده عشان تقدر تحافظ على البيت. فلازم يحصل إيه؟ هو ده إرهاب، ده مش هينفع معاه لغة الإيه؟ اللي زي كده. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عشان ما فيش حد بس يقرأ أصل الله ده، ترهبون به، ترهبون به يا فندم، ده مع الإرهاب. أما الإسلام لا إكراه في الدين، مش لا إكراه في الدين، الدعوة تتفق، لا إكراه في الدين، كل الدين، كل تفاصيل الدين. ما ينفعش واحد تعرفه بالصلاة بالعافية، ما ينفعش، ولا الصوم بالعافية، ولا حتى إذا صلى بالعافية يبقى هو كده مظبوط، يبقى كده بيضحك عليك وبيضحك على نفسه. ما كناش نحب الله بصدق، ونحب دين الله سبحانه وتعالى بصدق، يبقى صفة داخلنا مش هتتفق. والحال بقى هيبقى من طايق من سيء لإيه؟ لأسوأ. فبنشوف النموذج اللي كان سيء ثم تحول ببركة دين الله، ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة كتاب الله وسنة رسول الله، إلى أفضل نموذج مر على التاريخ. أفضل نموذج حكم العالم، حكم إيه؟ العالم. والله أيدهم بالعطاءات، الله أيدهم بالعطاءات وبالغيبيات، وأيدهم بالملائكة وما إلى ذلك. طب إيه اللي خلى الناس يتغيروا وبقت في هذا الحال؟ اللي إحنا حضرتك بتقول لي إحنا كلنا ومش أنا لوحدي، ده كل الموضوع يفرق. ودرس
لازم نكمل